يا مساء الفل واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1. النهارده طبعا حلقه مختلفه، حلقه سبيشال اوردر علشان خاطر اللي معايا النهارده اصحابي اللي بحبهم جدا، فما كانش ينفع بقى اقعد واعمل تقدمه المذيعات واعمل الجو بتاع واهلا بيكم ورحنا وجينا واتغدينا، قلت ادخل بيهم كده ايه وبالصلاه على النبي ثلاث شباب زي الورد منورنا النهارده ومشرفينا النجوم الجامدين جدا، نجوم بوي بان. سلام كبير. ايه شوشو الكلام ده يا شوشو؟ ده كلام كبير يا شوشو. ده اقل يعني ما يتقال فيكم ولا اي كلام يوفيكم. والله انا ممكن اكمل كده على الوزن والقافيه، مش ما تقلقوش. ميرسي يا شوشو والله. ميرسي ليكم ان انتوا شرفتونا. احنا معاكي والله. انا اكتر. جدا. والبرنامج جميل والديكور جميل قوي ما شاء الله. شفت ايه رايك؟ وجديد. اصل انا عندي منتج مش قد ما شاء الله. إيه؟ والله ما بيبخل عليا. لا ده بيجيب لي كل يوم طبق فستق ولزدق. لا تخيل، وحياه ربنا، وشوكولاته. ده صرف مش قادره اقول لك. سلعة. البريك سوشي الله اكبر. اللي نتحس الاقيه داخل عليا بكشري بعدين. لا ان شاء الله. ان شاء الله تفضل مظبطه. مبروك يا شوشو على البرنامج. الله يبارك فيكم ومنورنا. مبروك. عايزه ارجع معاكم للطفوله. أوكي. علشان طبعا انتوا الفانز بتاعكم الجامدين جدا اكيد في المرحله دي عايزين يكتشفوا، عايزين يعرفوا انتوا كنتوا بتعملوا ايه وانتوا صغنطتين. فنبتدي باتش. ايه في الطفوله بقى بالظبط؟ كنت طفل هادي ولا مشاغب ولا عصبي ولا نرفوز؟ لا كنت طفل شقي. شقي جدا. شقي بس يعني كنت محبوب في الدراسه، شاطر جدا وكده، وشقي او الطبيعي اللي هو اللي بيتقال اللي هو شاطر قوي بس شقي، اللي هو العادي اللي بيتقال. انا اكتشفت انه ده بيتقال لكل الناس تقريبا، لكل الاهالي. فاللي كان بيتقال لي انه شقي بس شاطر، بس كنت منتشر فنيا وبعمل الحفله وبقدمها وكل الحاجات اللي في الحاجات الفنيه في الانشطه الفنيه على مدار الحياه كنت بدرس في المدرسه، وكنت ليدر كده زي ما انت دلوقتي. كنت متهيألي. وكنت بتقول النشيد الوطني زينا؟ تعزف اكسليفون ولا اكورديون؟ لو في لا فرقه المزيكا. كنت بصي بقى فرقه المزيكا، والله ده بجد فرقه المزيكا كنت ببقى انا برضه مسيطر. ف مثلا مدرسه المزيكا او مدرس المزيكا مش هو اللي بيختار الفرقه، انت. انا بقى على الدرمز. والله ما بهرج، انا على الدرمز. وبعدين مثلا حد جه النهارده متاخر مثلا، فانا ببصص له كده ده يمشي. واو. اقسم بالله ده طفل والمدرس واقف، فاهمه يعني واقف، وانا المتحكم الرئيسي في الفرقه. من يومك منتج صغير. ده حقيقي في بوادر كده. طب وانت يا فوقش؟ انا هادي وعصبي وكل حاجه. انا حاسه ان عندك قصه. قصه؟ كان في قصه في ابتدائي. كان حبيب؟ حبيب. قصه حب في اولى ابتدائي. والله بجد؟ اولى ابتدائي ده انت بدات بدري قوي. واتفصلت واستدعوا لي امر. يا عيني، ليه؟ ايه اللي حصل؟ كنت لسه بتعلمين كتابه. فبالقلم الرصاص وكده، فانا قلت ابقى صايع يعني عشان ابين لها ان انا يعني. أيوة. مخلص. انت جايب قلم احمر بقى. كتبت لها بقلم احمر؟ ده القلم الاحمر ده بيبقى خطر. ده بتاع المدرسه. أيوة. بتاع المدرسه. ما اصل الرصاص بيتمسح. وهو قال خليني في الحاجه دي. اللي بيتعلم. أيوة. بيه بس ده. ايوه. قلت لها انا احبك احبك احبك. انت بتشكل وانت. أيوة. في الحب. وخدتها قطعتها. قالت لي ممكن تكتب لي كمان واحده؟ اكيد كانت مصاحبه. طيب قطعت. بقول لك اولى ابتدائي. ما انت يعني كنت عايز تصاحبها في اولى ابتدائي، انت كنت عايز تاخدها تروح الجنينه. ما هي ايه؟ نذاكر يعني. وبعدين عملت ايه بعد كده؟ عملت. قالت لي ايه بقى ممكن كمان واحده؟ قلت لها يا سلام، قلت خطي عجبها بقى. كنت بعت لها كمان واحده، قامت مديها بقى لمين؟ في مدرسه. في المدرسه. اديتها للمدرسه. وعملوا لك استدعاء ولي امر؟ استدعاء ولي امر. والمدرسه قالت لي باباك شغال ايه؟ قلت لها مش فاكر بس هو بيصرف علينا. مش فاكر. شو بيصرف علينا. بس اهلك عملوا لك حاجه ولا عادي؟ اصل انا اهلي كانوا قافشين في الحاجات دي واحنا صغيرين. ليه بقى؟ مش عارف، بس انا يعني اصل انا برضو كان الليفل كان عندي برضو كان رايح غلط قوي من وانا صغير. يعني وكانت افكاري يعني غريبه وبفكر وبعمل بلف وادور يعني بمناسبه اصغر من اولى ابتدائي شويه. وكان معايا واحده انا في الفصل
وحشه قوي، بس اختها اصغر منها بسنه قمر. قمر فالبنت بتطاردني مش عارف اعمل فيها ايه، وانا معجب بالصغيره مش قادر مش قادر يعني بحبها وكده. ايوه ايوه المهم فقمت ايه بقيت بجيبهم مثلا، كنا احنا متاخر والعربيات اللي بتاخدنا احنا بتيجي متاخر، فكنت بقوم جاي للبنت اللي هي اللي قدي الكبيره الوحش، هنعمل انا وانتي متجوزين وان دي بنتنا. الله بلطافه، بس استني يا حبيبتي يا بنتي بقول لها ايه انزلي بقى هات لنا اكل عشان احنا عايزين ناكل وجعانين، ومسربها واخد انا البنت الصغيره دي في كوخ صغير كده في الجنينه. هتحميها بقى بنتك بقى عادي بقى ما حدش فكان يعني الموضوع كان غلط شويه، فتقريبا يعني كانوا ليهم حق بصراحه، اهلك كانوا مركزين معايا شويه عشان الغلطه. انت بدات بدري قوي قوي، انا كنت بحاول انت خلصت. طب وانت يا جيمي ايه؟ ايه يا ابو عيون دبال انت؟ لا ده انا كنت جميل. تجاهلك مش عارف اعمل ايه. معاكس. لا بس كنت شقي جدا، بس انا ما كنتش شقي وفاشل. لا مش بسال على الشقاوه والحب. لا انا كنت يعني كنت برضه ببعت جوابات بس ما كنتش برضه؟ بس بالاحمر؟ لا باللزق على ليفل تاني. ده انت جاي انت جبت الايه؟ لا بس ما كنتش انا بكتبها عشان كان خطي وحش. كنت بتستلف حد يكتبها لك؟ والله بجد؟ كان صاحبي وبتحكي له عن كل مشاعرك عادي؟ لا ما احنا اصحاب بقى. عادي. في ضرب في مدارسكم انتوا؟ احنا؟ يوه بجد؟ يوه بص يا حبيبي هقول لك على حاجه، احنا كانت البنات لازم تروح لابسه بنطلون. ليه بقى؟ ليه؟ عشان كان في ماده على الرجلين، فلو راحت بالجيبه فكانت شياكتنا ضايعه. اول بنت تبقى حابه تبقى شيك فتروح عادي بالجيبه القصيره وتتمد وتروح سالته البنطلون كده لابساه عشان ايه دي فكره بس المد. مد بيمدوا البنات؟ مد على الرجلين، وكنا بنروح رجلين فقد كده، بس الحمد لله ما كنتش بتمد. ما تمدتيش ابدا؟ لا ولا مره؟ لا انا كنت بتضرب على حاجه على ظهرها يعني على ظهرها على ظهري او على ايديكي على ايديكي على ايديك على ايديك. طب احكوا لنا بقى عن سندوتشات المدرسه، كنت بتاخد ايه يا شيخ؟ انا عامه بحب الاكل والشوكليتس والحلويات والحاجات، فكان دايما الديسك بتاعي على مدار حياتي ده مكان يعني ممكن تشتري منه من كتر ما انا عندي كميه حاجات وتاجر صغير. الناس بتجيلي اقسم بالله. انت بتاكل سندوتشات ديناميت؟ ايه الديناميت ده؟ لا بجد مش عارف الديناميت. لا والله هو عباره عن سندوتش وتروح عند عمه بتاع الفول يبتدي يرزع فيه كل حاجه عنده. فول على طعميايه على هو ده بياكل ديناميت بيكمل معاك وانت يا فوقش. كنت باكل لانشون وجبنه، كنت ببدلهم مع واحد يعني هو فايق بيصحى الصبح يعمل فراخ بانيه وبتاع، فانا كنت بقنعه. بس ده الليفل ده انا كنت بقنعه ان الجبنه واللانشون اللي معايا احسن من حاجته، اللي هو واخد معايا الدلعين اوفر دول. او انا يعني في ايام اذكرها السوسيس بقى والحاجات دي والسجق. العيال اللي كانت بتجيب سجق دي كانت بتزعل وتجيب ناس تزعل. اسمع مني لا السجق ده يعني خلاص هو كده علم على نفسه. احنا عندنا اللي متدلعين بيبقى فراخ بانيه وسجق. لا اصل يعني ايه اصلا مامته تصحى الصبح تعمل له سجق يعني؟ يعني ده معناه ان في دلع. احنا على ايامنا اصلا ما كانش فيه فراخ بانيه عموما، هو كان يا ورك يا سيدي خلصان هنقعد بقى مبطط ده. ايوه بس فلا الموضوع صعب. طب انت كنت بتهرب من المدرسه؟ لا خالص بجد؟ والله العظيم انا اصلا كنت بحب المدرسه قوي طول حياتي، بحب المدرسه لان انا اصلا بروح اتبسط ومسيطر على الناس والمدرسين بيخافوا مني بيخافوا مني ويخسروا الفريق. فكنت لا وبلعب كوره وبنات وكده فلا ومزيكا يعني انا اوضه المزيكا دي كانت يعني فقره رئيسيه في يومي في المدرسه. انتوا شكلكم كنتوا مدارس حكومه؟ انت حكومه انت خاص انت خاص والله انت حكومه. انا عارفك انت واحده الشعر الاسود ده انت طبعا. طب انتوا اخر حفله عملتوها اعلنتوا عن الحفله قبلها بيومين، ما قلقتوش؟ ما حسيتوش انه ايه ده؟ لا احنا لسه قايلين النهارده وبكره، طب ما ممكن ما حدش يجي لنا. طبعا ده مع انه يعني ما شاء الله ما شاء الله شفت بعيني ما حدش قال لي يعني جمهور النادي الاهلي ما يجيش فيهم حاجه، جمهور نادي الزمالك ما يعملش معاهم حاجه، وفي كميه سويت ما شاء الله رهيبه، في باور انا ما شفتوش في حته قبل كده. انت فيعني ربنا يزيد ويبارك. هي شيماء جت لنا في الحفله يعني كانت مفاجاه حلوه قوي قوي للناس، كمان الناس اتبسطت قوي 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 ان شيماء وهنا جم الحفله. فكل المنظمين وكل كانت معموله في مول كبير، اداره المول
قالت لنا اجلوا اسبوع بلاش عشان 48 ساعه ده مده قليله واكبر مغنيين لما بييجوا يعملوا بيعلنوا قبلها باسبوع او اقل حاجه عشان الناس تعرف ان في حفله ونحل ونحط اعلانات في المول انه في حفله وكده. فحتى هم اتخضوا يعني الحمد لله. انت شفتي الحمد لله ما كانش في اماكن خالص. اه طب تعالوا نشوف بقى احنا ايه اللي حصل في الحفله عشان تبصوا زي ما احنا كمان اتبسطنا. اوه عندنا ضيوف. لا ده انتوا تنورونا بقى. تعالي تعالي اعمل له مفاجاه 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 مفاجاه. شوشو ايه شوشو ده؟ ايه ده؟ ده حب بقى ده كده حب. متهيألي شيماء ليها جمهور جامد قوي ورا. تحبوا تسمعوا حاجة؟ اه ارسم قلب. احنا غنينا ارسم قلب تاني يا جماعة. دي عندها الطفلة دي تايهة من مين يا جماعة؟ الطفلة دي تايهة من مين؟ ها؟ طب ممكن يا جماعة معلش نغني ارسم قلب تاني عشان شيماء وهنا؟ بس تغنوا معانا عشان كده كده بقى ايه؟ محمد فؤاد ومحمد جمال. صح كده؟ يلا ارسم قلب وضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا افرح غني اسمع مني جرب قلبك النور مخلوق لعينيك. اه ارسم قلب وضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا وصادك منك افرح غني اسمع مني جرب قلبك النور مخلوق لعينيك. يلا سولو. قلب ما بيعرفش يكره حد تاني قلب بيفكر في غيره قلب بيبان اللي حسه من عينه قلب هادي قلب راضي مهما دنيته تبقى. وارسم قلب وضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا وصادق بيك افرح غني اسمع مني جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. برافو. لا نسعى لهم سقفة جامدة سقفة جامدة. ايه ده؟ برافو برافو. ودي كانت من احلى الاوقات اللي انا قضيتها في حياتي. احساس المسرح مختلف ولما تبقى مع بجد ناس انت بتحبها فكان الموضوع مختلف جدا. والفانز بتوعكم بجد بجد جامدين اخر حاجه وبيحبوا اي حد انتوا بتحبوه فمرسين لكميه الحب اللي هم ادوهالي بجد يعني. يا شوشو والله يعني هم شويه الاخرانيين اللي حصل فيهم كالاتي. احنا غنينا والفانز حبونا تمام زي الفل ففجأة لقيتهم بيقولوا يلا عشان هنجري. طب ليه نجري ما احنا ممكن نمشي. فلا فجأة لقيت ايه البنات بتحدف نفسها زي ما يكون في زلزال وقالوا لهم في حريقة وهتموتوا. ففجأة في بنات بترمي نفسها في واحدة لقيتها شلتها من على دماغي فأنا مش فاهمة ليه يعني ويا شاب يا لو ليه يا حبيبتي ليه. في واحد كان شبه يا عيني الكانجرو كان في زمان كان في نقار الخشب كان في كرتون في واحد بيجري برجله بس. أيوة حبيبي. فكان في واحد بيجري ماسك لوحه كده. اه يا حبيبي انا جايب لك دي انا جايب لك خدها مني. فيا عيني راح هشام وقفنا بالعربيه اللي كانت بتجري وهو بيجري بنفس سرعه العربيه عشان يديله. فوقفنا هشام وخد منه اللوحه ففجاه كانوا في هجوم تاني بس طبعا ده كله حب وربنا يزيد ويبارك.
العربيه العربيه دي ايه؟ العربيه دي جولف كار اللي هي المفروض بتشيل ثلاث بني ادمين، فاحنا كت علينا واحنا بننزل، ابتدت الناس تنط من على السور. كت على ايه بقى؟ ده على حجر السواق محمد صلاح حجر السواق، وانا اقسم بالله قاعد على يعني ماشي خلاص ومحمد جمال متشعل ورا تباع وهنا وشيماء قاعدين في المكانين اللي ينفع وانا على حجر شيماء. ايوه والله ده حقيقي. طب قولوا لي بقى في بدايه البند دايما اول حاجه في البدايه ما بنبقاش عارفين لسه الحاجه دي ناجحه ولا مش هتنجح ولا الولاد دي لسه صغيرين بيفكروا في ايه. اكيد زي ما في ناس شجعتكم في ناس وقفت ضدكم وقعدوا يقولوا لكم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه كده. قولوا لي مين عمل كده ومين عمل كده، مين شجعكم ومين ما كانش مرحب بالفكره. والله 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 العظيم مش كلام، بس انا بجد مش فاكر حد ما شجعش، او يمكن اللي ما بيشجعش ما بيقولناش في وشنا. اللي شجعوا الحمد لله ناس كتير، وعشان يعني يمكن فرصة حلوة ان الواحد يديهم حقهم، كل الناس اللي بتشتغل معانا، احنا كل الاغاني اللي بنعملها تقريبا كلها كلمات امير طعيمة، الحاني، توزيع مادي، مهندس صوت خالد سند، دول الناس اللي بتعمل الاوديو طول الوقت. تحية كبيرة ليهم كلهم يعني بحبهم جدا. بالذات 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 امير طعيمة. امير عايز اقول لك انه لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، لحد ما ابتدينا لحد النهارده، امير عمره ما خد مننا ولا جنيه على كلام اغنيه هو خدها، مع ان امير ده اغلى شاعر بيكتب اغاني في مصر. صح. هو عشان هو مصدق فيا وفي الفكره وفي الباند، وعشان هو راجل مش طول الوقت بيفكر في الماده، عشان هو بجد فنان وهو بجد حاسس انه هنا في حاجه مختلفه. فبالذات امير انا بقول له شكرا، لان هو فعلا انا لو مكانه بصراحه ممكن جدا ما كنتش اعمل كده. هو مش محتاج ابدا يعمل ده. صح. فبشكر امير. وطبعا طبعا طبعا حبيبتي بعد امير دنيا سمير غانم، عشان دنيا من اول ما كنت قبل ما انا كنت هغني في الباند كانت بتسمع الاغاني، بتيجي تفضل تقول لي الاغنيه دي حلوه قوي، الفكره دي مش عارف ايه. ومره جت قبل ما ابقى هغني في الباند سمعت اغنيه اللي هي اغنيه المصالح، قالت لي الاغنيه دي حلوه قوي انا عايز اغنيها مع الباند. الله. لما تيجوا تعملوها انا عايز اعملها معاهم دوات. فقلت لها طبعا يعني انت هتدي زقه جامده جدا. صح. جدا للباند ان هم في الاول خالص كده يعملوا دوات مع اسم كبير زيك، فده هيخلي الناس تعرفهم اسرع. ففعلا اول لما عملنا الباند عملنا معاها اغنيه المصالح، والحمد لله يمكن هي من اكتر الاغاني اللي عملت فيوز عندنا بسبب دنيا. طبعا تحيه كبيره لدودي العسل القمر. طيب بمناسبة الدنيا وبمناسبة الأغنية الحلوة دي، ممكن تسمعوها لنا؟ ولا نسمع حاجة من اللي أنا عاملهم لدنيا؟ طب يلا يا ريت. بتحبي إيه طب أنت في ألبوم دنيا؟ بحب كل أغاني دنيا. إيه بحب إيه؟ الصحاب؟ قصة شتا؟ ها؟ قصة شتا. نقول قصة شتا؟ يلا قصة شتا. نزلت من البيت في المطر وما همهاش برد الشتا، تيرارارارا تارارا، بقاله كم يوم مختفي مش فاهمة ليه بيعمل كده، تيرارارارا تارارا. نزلت وراحت على مكان كانوا فيه تملي بيسهروا، أول ما شافها في كلامه بان إن مشاعره تغيروا، الكلام ما كانتش عارفة تجمعه، متفاجأة بيه مذهولة قاعدة بتسمعه، أصل الكلام ده بيبقى دايما آخره بعد، فعلا أوام ظنونها جت في محلاه، ورفع عيني وبأسوى وبرود قال لها معلش آسف احنا لازم ننسى بعض. الله. طيب بمناسبة الإشاعات عايزين نتكلم عن الإشاعات. ماشي. طلعت عليكم إشاعات كتيرة قوي، وخصوصا انت يا استاذ هشام. ده حقيقي. قالوا انك ابن مدام اسعاد يونس. قالوا انك وانك انت قول بقى. اوكي. لا بصي هقول لك على حاجه بالراحه واحده واحده. يلا. انا بسمع طول الوقت عليكم كفنانين
اللي هو ايه بيتقال عليا اشاعه ان انا مش عارف ايه، وكنت تمام وبقول اكيد في حاجه بتسبب انه فبعدين فجاه بعد رسم قلب طبعا بالذات لقيت متقسمين اجزاء. طبعا انا ابن مين ده فاهمه، ده كان خد فتره من الحاجات، مفيش اي علاقه ليا تربطني بحد في الوسط ولا حد معروف بره حتى الوسط الفني، انا مفيش اي حد في اهلي معروف ولا كان عمري ليا. مدام اسعاد يونس من الناس اللي يعتبر زي ما بيقولوا تبنتني من ساعتها لما ابتديت، لما ما كنتش حتى لسه بنتج، كنت انا طفل بقى ايه، انا يعني الكلام ده وانا عندي 16 17 سنه، فابتدت تجيبني في العروض اللي بيعملوها في الشركه جوه داخل جوه الشركه العربيه للمديرين الاقسام والمش عارف ايه قبل ما الفيلم، عشان لو في حد عنده تعديل على مونتاج على مش عارف ايه. فابتدت الاقيها بتكلمني بتقول لي انت فين، عندك جامعه، لا طب عايزك تيجي لي يوم كذا الساعه كذا تحضر عرض فيلم كذا جوه الشركه. فاكيد ببقى مبسوط طبعا. فبروح بدخل بلاقي ناس كلها كبيره، وهو عدد الناس اللي موجود 20 واحد يعني كلهم اللي هم رؤساء اقسام الشركه العربيه. فبقيت بقعد وبتفرج ومبسوط جدا واني بحب السينما قوي، بس مش عارف انا هنا ليه. فابتدت تخلص الميتنج وكل الناس تقول لا انا حاسس كذا، انا حاسس مش عارف ايه، عايز يقصر بتاع، فتقول لي سكت كل الناس تقول لي هشام انت رايك ايه؟ اقول لها والله انا شايف انه كذا 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 كذا، واحنا مثلا انا بالنسبه لي كجيلي او انا واصحابي والسن بتاعنا ما اعتقدش انه مش عارف ايه وانه اللي ينفع كذا، فالاقيها بتسمع وان الحاجات اللي بقولها بتتنفذ كمان. فاداك ده ثقه في نفسك. وخلاني انا وهي بقت الناس، حتى هم في ناس كانت بتبقى متضايقه انه ايه الطفل اللي انت بتجيبيه تقعديه في وسطنا وقاعد يفتي ده وبتاخدي بكلامه. فابتدت تحصل علاقه ما بيني وما بينها، انه بقيت بحب قوي قوي الست دي، وهي بقت شايفه ان انا واحد شاطر وممكن يبقى لي مستقبل او 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 حاجه ما اعرفهاش يمكن لحد دلوقتي. يعني انا لما بسالها ايه تقول لي انت دخلت عليا كده قلت الواد ده عينه بتنط ذكاء ما شاء الله، انما ما فيش حاجه كانت حصلت. فما عملت شركه المزيكا اون ذا اذر سايد خالص بعيد عنها وابتديت اشتغل، هي عرفت مره بقى من واحنا بنتكلم فقالت لي انه يحصل شراكه ما بيني وما بينها في شركه انتاج المزيكا، وطبعا دي كانت حاجه عظيمه بالنسبه لي. فدخلت على مدرسه اسمها اسعاد يونس والشركه العربيه، اتعلمت حاجات كتير قوي 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 منهم، وحصلت كمان علاقه قويه جدا جدا ما بيني وما بين عمر الخواجه اللي هو ابنها وشريكي واخويا. فابتدى الموضوع من هنا ان يبقى فيه العلاقه دي، فالناس بقت يمكن في الوسط شويه رابطين انه هشام باسعاد يونس عشان هي طول الوقت بتحاميلي وطول الوقت بتقول واد ده جامد وطول الوقت مش عارف ايه، فيمكن ده اللي عمل علاقه. الانتشار بتاع انها امي دي حاجه يعني ما تزعلنيش خالص، دي حاجه تشرف اي حد. بالظبط. تحيه كبيره للفنانه الكبيره اسعاد يونس. طبعا حبيبتي. وده ما ضايقنيش يعني، انا كلمتها حتى ايام الاشاعات دي ايام في رمضان لما انتشرت قوي، قلت لها بقول لك ايه اطلعي اكتبي على فيسبوك ولا على تويتر ان انا مش ابنك، قالت لي يعني ايه يعني هتبرى منك؟ لا مش هكتب كده. قلت لها ايوه بس انا عايز الناس تفهم انه انا مش ابنك، بس عايز الناس تفهم انه ايوه انا زي ابنك بس انا مش ابنك فعلا، لان هم خدوا ده في اتجاه تاني وحش. اللي هو ايه بقى، انا الحاجه اللي بشوف ان هي ممكن تكون، والله العظيم مش كلام وانا بقوله بجد لكل الناس، انه انا راجل ابتديت فعلا لا في ده الجزء التاني من الاشاعه بقى بتاع الفلوس، اصل امه ادته الفلوس، اصل ابوه هي اللي بتصرف عليه وهي بتدخله الوسط، اصل ابوه اداله 200 مليون جنيه ينتج بيهم، فاهمه حاجات غريبه كده. كان نفسي الحقيقه، بس هو ده ما حصلش يعني مش الواقع، بس الحقيقه ان انا ويشهد على الكلام ده الناس اللي بدات خالص في البدايه اشتغل معاهم، دنيا سمير غانم واحمد مكي. انا دنيا ومكي دول لما جولي انا الاوضه اللي كنت بقابلهم فيها كان استوديو معزول ب 6000 جنيه فعليا، كنت انا اللي جايب السفنج وانا اللي جايب القماش من الوكاله وكهربائي اللي عزل الاوضه اساسا، يعني ما فيش اي حاجه زياده ولا اي وطول الوقت كنت بشوفه، حتى الناس اللي حواليا كانت بتقول لي، وحتى يوتيوب لما ابتدينا نتكلم انه ازاي نوري الناس انه في ولد بدا لوحده وعرف يوصل لناس مشهوره ويشتغل وينجح، انه كنت بحس انه دي حاجه هتبقى حلوه. اللي بوظوه في ده انه قالوا ان في فلوس اصلا، ده هو امه اللي مدياله، ده ابوه اللي مديله، ده كذا ده كذا. الموضوع كان بكل بساطه شركه ابتدت صغيره، ولد لوحدي بحب الحاجه اللي بعملها، ابتديت صغير جدا وابتدت الحاجات تتبني فوق بعض، ابتديت الاقي زي ما انت بتقولي ناس بتساعد وبشكرهم لاني ما اعرفش ليه، كان منهم امير تعيمه من اول يوم، وكانت منهم اسعاد يونس من اول يوم، وناس تانية كتير قوي قوي عشان مش عايز انسى حد.
الناس شافت انه والله واحد مجتهد وصغير وبيحاول يشتغل يعني ليه ما نساعدوش. صح صح. فالحاجه الوحيده اللي انا بس كنت نفسي ان هي تبقى واصله انه لا، لو في حد عنده حاجه بيحبها بجد ومصدق بجد وقدر، حد حلمه انه يمثل او حلمه انه يغني او حلمه انه يبقى مذيع او حاجه بره المجال بتاعنا ده خالص، لو واحد مصدق في اللي هو بيعمله، واحد يوصله. واحد بيحب اللي هو بيعمله بجد، انا بشوف ان احنا محظوظين ان احنا بنشتغل في الحاجه اللي صح احنا بنحبها. الحمد لله. وهي الحياه خطوات. فهي دي بس انه الواحد عارف جدا كويس جدا ان الظروف في مصر صعبه وان الموضوع مش سهل ابدا وكل حاجه، بس انا بقول لكم عن تجربتي الشخصيه واقسم بالله مش بكذب في اي حاجه، انا راجل ابتديت لوحدي تماما والحمد لله، بشوف ان انا في مكان الحمد لله كويس النهارده. لو حد عنده حاجه يجرب، مش هيخسر حاجه ان هو يجرب ويشتغل ويشوف ايه اللي هيحصل. يعني بجد كلام حلو، ويا ريت كل الشباب حقيقي حقيقي ياخدوا من كلامك، ومش بنقول بقى كلام بقى اللي هو بتاع البرامج ومش عارفه ايه، لا يعني حقيقي بجد هشام، وعن معرفه شخصيه انه والله العظيم فعلا كل كلمه قالها حقيقي، وهو فعلا بيعمل كده وبيجرب في كل حاجه، ويعني اقول بقى في البرنامج يعني ربنا يكرم. طيب ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم ولسه مكملين معايا باي بان. رجعنا لكم ولسه منورنا الحلوين الجامدين العسولين بوي بان. مدلعانا والله. انتوا تستحقوا الدلع، لو انتوا مش هتدلعوا مين اللي هيتدلع؟ ميرسي يا شوشو، انت اللي هتدلع. يا اختي. طب دلوقتي طب يلا هنبتدي نسال، قولوا لي ايه اكتر حاجه كل واحد فيكم بيحبها في شكله؟ هشام؟ طب ما تلفي وتجيلي، اصل انا هديكي اجابه والله العظيم طويله. طب ماشي. لا مش طويله، يعني انا ما بحبش شكلي خالص. كنت عارف ليه؟ ما بحبش، ما اعرفش. طب والعينين الحلوه دي؟ فين الحلوه دي؟ العينين العسلي دي؟ والله والله العينين القطط دي؟ والله ابدا والله ابدا والله ابدا. طيب فؤاد؟ يعني ساعات شعري جميل. بحب مناخيري جدا. بحب مناخيرك؟ ده انت عارف. طب ماشي، حاجة كل واحد نفسه يعمل عملية تجميل فيها، جمال؟ لازم أعملها؟ لازم. لازم. مين ليه؟ لا أكيد هتبقى مناخيري طبعا. مناخيري مناخيري اللي بيحبها. هيغيرها. طب وأنت يا فؤاد؟ مناخيري، بصي في حتة عشان جميلة. إيه ده؟ طيب ما كنتش واخدة بالك؟ بس البروفيل عنده بس بحبها يعني. بس هي حلوة. هي حلوة. حلو منك، حلو يا حلو.